مساء الخير، مساء الشتاء بجمال أجواءه وبتنوع تجاربه وفعالياته. يا هلا وسهلا فيكم في جولة جديدة في وجهة سياحية مميزة. شتاء السعودية ورحلة استثنائية، لأنه شتانا غير في كل الوجهات السياحية، شتانا غير في الرياض، في جدة، في الأحساء أو حتى في العلا. اخترنا هذا الأسبوع من دليل شتاء السعودية 2022-2023 نبدأ جولاتنا من الرياض ومن موسم الرياض، وتحديدا في بوليفارد وورد ومن أمام أكبر بحيرة صناعية في العالم. Very beautiful. It's our first day here. We came to Qatar to the World Cup, and we want to visit here Riyadh. And we are amazing. Really, very nice place here, Boulevard in Riyadh. Riyadh, it's our first time here. It's an amazing place. Riyadh is great. I like Riyadh very much. عشاق الكورة ما يفوتوا لحظة من المونديال ومتابعة مبارياته، والفرصة الكبيرة صارت متاحة لكل الزوار والسياح عن طريق الرحلات اليومية السريعة والفعالة من قطر للسعودية. يعيشوا أجواء المونديال وفي نفس الوقت يستمتعوا بروعة وتنوع الوجهات في الرياض. ولو حابين يتابعوا منافسات دور الثمانية، أكيد وجهتهم البانزون في موسم الرياض. والله جميل ما شاء الله، التنظيم روعة جدا، الفعاليات ممتازة، أجواء جميلة للعائلة وللأفراد، يعني شيء ما شاء الله مرتب مرة صراحة. I was really happy when Saudi Arabia beat Argentina in the match, and I'm really happy that Morocco beat Spain yesterday. Good representation for Arab countries around the world. حبيت يعني ال countries، حبيت اليابان. شتانا غير، وجمال الشتاء يزيد مع تنوع التجارب والمواقع والفعاليات اللي منتشرة في الرياض عشان تلبي رغبات السياح والزوار بمختلف اهتماماتهم وفي كل الوجهات السعودية. اللي عليك تشوف دليل شتاء السعودية 2022-2023 وتختار وين راح تستمتع بشتاء السعودية. في أمان الله.